شنو مخالفتك؟ هسه؟ اي اجره؟ اي وانا محمل. رحم الله والديك، ممكن تعرض حياتك وحياه الاخرين للخطر. وين العيشه ستي شلون؟ وعلى عيني وعلى راسي، والله العظيم اعرف، لكن بنفس الوقت انت المفروض تجنب نفسك المخالف. صحيح نصيحتك لنفسك. شلون نصيحة ست؟ انا هسه على باب الله ما اعرف شلون نصيحة. اوكي ايش تنصح نفسك؟ انت مخالف هسه. صحيح هسه غلط هذا الحمل. صحيح اوكي من غرمك حق لو باطل. حق 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 ست. اجازتك موجودة. اوكي اعطينا اياها. ليش مشايل الاصلية؟ والله يوم ما مقدم عباس فيما يخص المخالفة هذه، شنو اجراءاتنا كمديرية مرور عام؟ مخالفة البيانات والتعليمات المرورية. نعم. مخالفتها غرامتها 100,000. تمام. وفيما يخص حمل إجازة مستنسخة، خلي تطبق إن هناك عيني أنت على عيني وعلى راسي، بس انتبه. أنا أتمنى لك طبعاً على راسي على راسي على راسي على راسي، لكن نصيحتك لنفسك غلط ست. غلط غلط تعرض نفسك للمخالفة، واحتمال لا سامح الله بعيد الشر عنك وعن ساقي المركبات، إذا وقع الشيء من هذه المركبة راح تكون المشكلة. صحيح صحيح صح، سبب حوادث. هسه ايش تنصح نفسك؟ إن شاء الله بعد ما أحمل إيش حمل. أوكي أحمل حمل داخل يعني مو خارج. رحم الله حمل داخل يصير ان شاء الله. فيما يخص عدم حمل اجازه السوق او حمل اجازه السوق مستنسخه، شنو الاجراء؟ عدم حمل اجازه السوق غرامتها 50,000. نعم. وقانونا يعني المستنسخ يعني كالمزور. فانت نصيحه لك قويه. الله يضيعها. سيارتك هي ضيعه على عيني وعلى راسي، لكن مني طالب بيها اخوانك ضباط ومنتسبين المرور. صحيح. احتمال تعرض نفسك للمخالف. انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه.